عسلامة وشراكم، مرحبا بكم معايا، نورتوني. اليوم راح نديرو حاجة حلوة. اليوم اون فالا جوي سامبل، راح نديرو لي سابلي، غيان كدي سابلي. لي سابلي يدوبو في الفم، سهلين مقاديرهم، يعني فريمون تري تري بو دانغريديون بسيطة. يلا توت سويت نبداو. واش نسحقو؟ نسحقو هنايا 250 غرام نتاع زبدة على حرارة الغرفة. تقدروا ديروا مارغرين إذا حبيتوا. عندي 3 صفار البيض، 3 جون دوف. هنايا عندي 2 مغارف تاع عشا مايزينا، 2 كويغ سوب دو مايزينا. هنايا عندي 4 مغارف عشا نتاع سكر غلاس، 4 كويغ سوب دو سكر غلاس. هنايا عندي 450 غرام تاع فارينا. دوك نشوف الا نكملها ولا ما نكملهاش. هنايا عندي مغرفه تاع قهوه لوفور كيميك، ومغرفه تاع قهوه نروح غير بالعقل نتاع لافاني. اوبس، ويلا نتكلوا على ربي. نبداو ندير هذيك الزبده تاعي، نديرها في ان ريسيبيون. جو في سي دو لا ترافايي هكذا شويه بال هكذا بلا ماريس. نزيد لها لو سكر غلاس و جو ترافاي لي دو هكذا بلا ماريس حتى يولي لنا يعني منسجم مع بعضه. هكذا نزيد لها هادوك 3 صفار البيض، هادوك سي بون. ندخل هادوك صفار البيض في لي زو، صفار البيض في الزبدة و السكر. هكذا نزيد لها هذيك لافاني، ولا تقدروا ديروا ان اوتر اروم اللي حبيتوه. انا ندير لها لافاني. نزيد لها لا مايزينا، زوج مغارف كبار على مايزينا اي لا لوفور كيميك. هادو بالعقل. ودوك نبدا نزيد الفارينه بالعقل بالعقل حتى يكون عندي اون بات بيان مول رطيطه بالله الله اللي نقدروا نشكلوها. نبدا نزيد الفارين، مي توجور الفارينه نروحو بالعقل. قلت لكم عندي 450، نقدر نكملهم كوم يقدر يقعد لي الفارينة، توجور على حساب الفارينة اللي تشرب واللي ما تشربش. تصدقوا انا كانت عطشانة ولا لا؟ غادي نقلب نكملها انايا الفارينة ديالي. بون ميتنون جو مي لا مان على بات. يلا بسم الله. وبيان سور توجور لاتينا تاعكم تاع لي سابلي ما تعجنوهاش يعني طموها برك. جو في اغيفي ان جور هاي طمت لي لاباط وكملت كامل الفارينة تاعي. هذا نديرو دو كوتي. لاباط بيان. الوغ لاباط تاعكم اذا قدرتوا ديروها في الفريجيدير تبرد شويه واحد نص ساعه ولا بيان خير وخير. ولا راكم كيما انايا تاكلوا توجو خبزكم سخون، ما تخلوهاش تسنى. صح خير وكان تخلوها تسنى. انا اليوم ماش حنخليها، ما نخليهاش تريح. نبدا توت سويت نشكل فيها كيما تحبوا، لي ديروها مدورين ولا كاري ولا فريمون كيما تحبوا. مي حبيت نقول لكم بلي ميم لو كان ما تخلوهاش تريح سي اون بيل بات اي اون بون ريسيت. ديروها شويه رقيقه باسكو فيها لا لوفور، ما نحبوش يجونا لي سابلي هكا بزاف خشان. فوالا انايا راح نديرهم اليوم كاري. فوالا هاني كملتهم كامل، داروا لي 44. دوكا كنجيب ان بيتي تروك كو جي وندير ان بيتي ديكور. تحبوا ديروه ها
هكذا في الوسط ولا ديروه سوغ لو كوتي كما راح ندير هنايا. يعني هذه فريمون ترجع ليكم. دونك لا مواتي نديرها هكذا ولا مواتي نخليها سامبل بيان سور. كملتهم انايا شعلت الفوخ تاعي على 160 درجه نديرهم يطيبوا. كي يطيبوا ان شاء الله وياخذوا لون شباب نرجع لكم ان شاء الله. سي بون هاوليك لي سابي تاعنا طابو. الله الله ريغاردي انايا تكسرت لي وحده، حبيت باك نوري لكم كيفاش يجوا يتبسسوا. ريغاردي شوفوا كيفاش يعني سي اون اي بورتون ما خليناهاش تريح. Mais regardez, regardez comme ils sont sablés, هاد لي سابلي. ندير لهم هكذا بعد ما بردوا شويه ندير لهم شويه تاع المعجون. انا ندير لهم نص نص، ندير لهم هكذا ابريكو اي فريز. لهم المعجون كيما شتوني والسكر غلاس من الفوق ورانا كملنا الوصفه تاع اليوم. صدقوني الي بون فريمون الوصفه تاع اليوم يعني لا غوسيت نتاع هاد لي سابلي الي مانيفيك يعني ناجحه 100%. ان شاء الله يا ربي تسيوها وتقولوا لي ديروا لي اشتراك في القناه تاعي وانا نقول لكم ان شاء الله نتلاقاو ديما ديما في سهل.